أهلا بكم في البحرين مع الجولة الثانية من تحدي كأس بورشي بي دبليو تي جي تي 3 الشرق الأوسط. لدينا شبكة انطلاق تتألف من 16 سيارة يقودها 16 سائقا من 13 جنسية مختلفة. تعد هذه الجولة المشجعين بالإثارة مع معارك تحبس الأنفاس طوال السباقات الثلاثة التي تتضمنها الجولة نهاية الأسبوع. كانت المنافسة متقاربة في جولة دبي وأثبتت ارتفاع مستوى البطولة. في دبي تفوق بطل الموسم التاسع السائق العماني الفيصل الزبير في السباقين الأول والثالث، بينما احتل السائق القبرصي تيو إلينس البطل الحالي لبطولة كأس بورشي كاريرا البريطانية المركز الثاني فيهما. انقلبت الآية في السباق الثاني حيث تمكن إلينس من التفوق على الزبير واجتاز العلم الشطرنجي أولاً. إضافة إلى ذلك احتفل السائق التركي اليافع بيركاي بيسلر بمنصة التتويج الأولى له عندما أنهى السباق ثالثاً. يهدف السائق العماني الفيصل الزبير متصدر الترتيب العام المؤقت للبطولة للدفاع عن لقبه وأيضاً عن مركزه الأول في الترتيب العام، ولكن يبدو بأن منافسيه يتوقون أشد الطوق للتغلب عليه على مسار سباق الجائزة الكبرى هنا في البحرين والذي يبلغ طوله 5 كيلومتر و400 متر. تعتبر حلبة البحرين الدولية واحدة من الحلبات المفضلة لدى السائقين، يعود ذلك لتصميمها التقني ومنعطفاتها البطيئة. My first time here in Bahrain, but the track layout is really good. The track is very very challenging. It has like slow speed, medium speed and high speed corners. This track is my favorite track on the calendar, so in that way it's I really enjoy it. It's a really nice track. For the race, I think it suits my race style because I'm not too harsh on the rear tires, and here it's all about tire degradation. So as long as you're able to manage it, I think like on raw pace you see like we're about like 2/10 faster, but in the race, as long as you keep your rear tires, you'll be able to pull away. It's not the same style of driving than Dubai. It's completely another spirit of driving. بعد يومين من التجارب المكثفة وإعداد السيارات، ها نحن مع أول فترة للتجارب التأهيلية للسباق الأول. يسعى جميع السائقين من أجل الحصول على مركز جيد في مقدمة شبكة الانطلاق، والبعض منهم يضغط على السيارة لأكثر من الحد. يحتل السائق التركي بيركاي بيسلر المركز الثالث على شبكة الانطلاق مع تسجيله زمن بلغ 2:03 تقريباً. البطل المحلي عيسى بن عبد الله آل خليفة سائق فريق البحرين يمتع جمهوره باحتلاله المركز الثاني على شبكة الانطلاق. الفيصل يقدم أفضل ما لديه ويسجل أسرع زمن محتلاً المركز الأول على شبكة الانطلاق. انطفاء الأضواء،
معلنة بدء السباق الأول انطلاقة سيئة للزبير من المركز الأول ويتراجع عدة مراكز للوراء. احتكاك بين سيارة الزبير وسيارة السائق الألماني ليون كوهلر عند المنعطف الأول الذي التفت سيارته على نفسها وتخرج عن المسار. يستغل عيسى الخليفة ما يحصل ويخطف صدارة السباق مبكراً، يليه بيركاي والفرنسي جان بابتيس سيمينور ثالثاً. لم يستسلم الزبير وها هو يتجاوز سيمينور. كما يضغط السائق الأمريكي مايكل ديكوسادا على سيمينور ويتمكن السائق الأمريكي من تجاوز الفرنسي. في غضون ذلك ينجح الزبير في تجاوز بيركاي ويصعد السائق العماني للمركز الثاني. منافسة حامية الوطيس في وسط الترتيب على المركز الخامس بين السائقين الجنوب إفريقي سول هاك والعماني خالد الوهيبي وسيمينور. في المقدمة يتمكن الزبير من إيجاد ثغرة للتسلل للمركز الأول على حساب عيسى آل خليفة. منافسة شديدة بين السائقين ديكوسادا وآل خليفة من أجل الوصول إلى منصات التتويج. يعتبر تآكل الإطارات عاملاً أساسياً على هذه الحلبة، حيث يعاني الكثير من السائقين جراء ضعف التماسك مع اقتراب السباق من نهايته. يتقدم ديكوسادا على بيسلر وبذلك يصل السائق الأمريكي للمركز الثالث. بالرجوع للخلف منافسة بين الثنائي الألماني جاكوب شوبر وليون كوهلر من جهة والثنائي السويدي كريستوفر بيركستروم وماغنوس أهمن، وذلك على المراكز من السابع ولغاية العاشر. ومع التلويح بالعلم الشطرنجي ينهي الفيصل الزبير السباق أولاً، يليه آل خليفة ثانياً وديكوسادا ثالثاً. No, I just got a really bad start. I went down to third, fourth, and then from there later on I tried to open a gap. And then yeah, just kept it consistent and tried to maintain my tires. Lots of action. I was expecting it at the start. Looked in the rearview mirror and I saw a bunch of cars. I was like, oh no, here we go. But ended up going through the first corner right, led the race, kept it safe, managed to be consistent to the end and finished in second. I'm happy. My goal was to either go ahead, to stay consistent, so managed to do one of them at least. It was a good race, I guess, in general. In the beginning, we were pushing hard to get past a couple guys and I actually had a 360 in the middle of the race towards the end. My tires were going away a bit, but we recovered nicely. I just kept going. Like, I landed forward, and I still had forward momentum, so it was fine. We came away with a P3 from P7, so I would say it's a good day. And I managed to catch up to JB. He made a mistake onto the second last corner, and I pulled alongside him, and then we ended up touching because I locked my rears going into the apex. I think an overall podium is definitely on the cards for this weekend. My start was quite good, had a really good start, and then in the first corner I had a little spin, but I came back to the seventh position. يوم جديد على حلبة البحرين الدولية، حيث سيخوض السائقون سباقان الثاني والثالث.
سينطلق السائق الفرنسي جان بابتيست سيمينور من المركز الثالث. Today, second qualif was P3, so like pretty good. It's all about getting more time in the car and gaining more experience. I just do the best that I can and see what happens. كما حسن السائق الأمريكي مايكل ديكوسادا من مركزه حيث سينطلق ثانيا بفضل زمنه السريع. ومجددا يسجل السائق العماني الفيصل الزبير أسرع توقيت على الحلبة البحرينية، وبذلك يخطف قطب الانطلاق الأول. يقدم الزبير هذه المرة انطلاقة أفضل ويحافظ على صدارة السباق. سيمينور يتقدم للمركز الثاني يليه ديكوسادا. يتقدم السائق العماني خالد الوهي بعدة مراكز للأمام، وذلك إثر انطلاقه من المركز التاسع. منافسة بين السائقين سيمينور وديكوسادا والتركي بيركاي بيسلر على المركز الثاني. يسعى السائق البحريني عيسى الخليفة لإيجاد ثغرة لتجاوز الألماني ليون كوهلر للمركز الخامس. يهدف ديكوسادا لتجاوز سيمينور في المركز الثاني، ولكنه يغفل عن بيسلر الذي يستغل الثغرة التي تركها السائق الأمريكي ويتجاوزه للمركز الثالث. وبعد بضع منعطفات لاحقة ينجح بيسلر في الصعود للمركز الثاني مزيحا سيمينور للمركز الثالث. يلي ذلك منافسة رائعة للصعود إلى منصات التتويج، حركة خاطفة لدى كويسادا وينجح بتجاوز سيمينور وبيسلر. يضطر سيمينور للانسحاب من السباق جراء حادثة اصطدام مع عيسى بن عبد الله آل خليفة. يقلص السائق الجنوب افريقي سول هاك الفارق بينه وبين آل خليفة منتظرا فرصته لتجاوز السائق البحريني. في وسط الترتيب تدور رحى منافسة أخرى على المركز السابع ما بين السائقين السويديين كريستوفر بيركستروم وماغنوس أهمن والألماني جاكوب شوبر. وينتهي السباق الثاني بفوز الفيصل الزبير بفارق مريح أمام السائقين الأمريكي ديكوسادا والتركي بيسلر. Better start than yesterday. Kept the lead and then just pushed first two laps. Got a really good margin and then just maintained it. I had a rough start. I got a little bit of wheel spin, so I got put back a bit. JB and Bricke got in front of me, and then I kept on going. I decided to play calm, and then I went to pass JB, and I found I just had the momentum to pass Bricke too, so I got both of them in the one corner, which was quite nice. I had a great start and I was fourth after the start. Then after four laps, I think I went second, and then I was third again. I was third during the races, and then I finished third. I'm really happy with this result. I start from phase 7. The start was not the best one, but it was okay. I lose some places, but in the end I was P4 with the
and P1 in my category, so it was not bad. This was tough. I did some mistakes. I locked up real bad in one corner, but I made it. يعتبر السائق الأمريكي مايكل ديكويسادا أحد الوجوه الجديدة في تحدي كأس بورشي BWT GT3 الشرق الأوسط. دعونا نتعرف قليلاً عليه في فقرة دقيقة مع سائق. Hi, I'm Michael ديكويسادا and this is my driver's minute. I've had a couple good moments, but I have to say that the best one was when I won the 2017 Daytona 24 Hours with my father. It was a huge moment. There's a lot of bad days in racing. I had a big crash in Toronto one time. I think it was like my second or third race, and that was pretty bad. It hurt and big damage. My favorite racetrack, I would say, is Road America. Yeah, it's really nice, long. It's very dynamic. A lot of different types of turns, and it's like a driver's dream. I'd love to race in the World Endurance Championship. It's the most competitive sports car championship in the world, and if you can win there, I think it shows that you're really the top driver. I love basketball. I watch a lot of NBA when I'm back home in Florida, and yeah, just love it. انطلقت مجريات التجارب التأهيلية للسباق الثالث والأخير في الجولة الثانية. يسجل السائق التركي بيركاي بيسلر ثالث أسرع توقيت، بينما سينطلق السائق الأمريكي مايكل ديكويسادا من المركز الثاني. ومجددا للمرة الثالثة خلال هذه الجولة يسجل السائق العماني الفيصل الزبير أسرع توقيت. Yeah, that's really good, and 6 out of 6 poles this year, so that's very good. Hopefully we convert it into wins today. سيقام السباق الثالث والأخير نهاية هذا الأسبوع ليلاً تحت الأضواء الكاشفة. على السائقين التأقلم مع اختلاف درجة حرارة المسار وأيضاً في ظروف الإضاءة. يقدم السائق التركي بيركاي بيسلر أفضل انطلاقة وينجح في تجاوز ديكويسادا خلال عبور المنعطف الأول. وبعد عدة منعطفات يتمكن بيسلر من تجاوز السائق العماني الفيصل الزبير للمركز الأول. خلف ثلاثي الصدارة منافسة مشتعلة بين بقية الذئاب على مراكز متقدمة. الإثارة تستمر في اللفة الثانية. يخسر ديكويسادا مركزين أمام السائقين الألماني ليون كوهلر والعماني خالد الوهيبي. ينجح ديكويسادا في تجاوز الوهيبي عند المنعطف الأول.
ينجح السائق الفرنسي جان بابتيست سيمينور في تجاوز الوهيبي للمركز الخامس. يلاحق الزبير بيسلر كظله وينجح السائق العماني أخيراً في استعادة الصدارة وذلك في اللفة الخامسة من عمر السباق. ينجح كوهلر في سباقه الثاني في البطولة في الدفاع عن مركزه الثالث ببراعة. ولكن خطأ بسيط من السائق الألماني الشاب يتيح للأمريكي ديك وسادا تجاوزه. يحاول سيمينور الاستفادة من خطأ كوهلر ويسعى مراراً وتكراراً لتجاوزه. محاولة أخرى من سيمينور في اللفة الأخيرة تتسبب باحتكاك بين السائقين وكلاهما يخرج عن المسار. يعاني كوهلر من انثقاب أحد إطارات سيارته يجبره على الانسحاب من السباق، بينما نرى الفيصل الزبير في الأمام يتجاوز خط النهاية أولاً ويحتفل بتحقيقه هاتريك حاسمة بفوزه بالسباقات الثلاثة لهذه الجولة. I locked up into turn three. I went a bit wide and then I got overtaken. But yeah, I just caught him and then opened a bit of a gap. Feels amazing. Three poles, three wins. So couldn't have really asked for a better way to end the weekend and the championship. كما يمكن للسائق التركي بيركاي بيسلر أن يشعر بالفخر بتحقيقه المركز الثاني وذلك في موسمه الأول في هذه البطولة. Well, I had a great start and after first lap I was first again. Then I lead the race for three laps, then Azubair overtook me again. After doing a big mistake yesterday, I was really upset, but today I did a great job, I think, also for myself and the team. Yeah, I'm really happy. يكمل السائق الأمريكي مايكل ديك وسادا منصة التتويج بصعوده للعتبة الأخيرة. Yeah, it was tough. I'm having a lot of trouble with my starts. I went right into a lot of wheel spin right when I dropped the clutch. And honestly, we struggled with pace today. It just wasn't the same. Just wanted to come back and have a clean race and make no mistakes. I think feel like it's a bit of revenge for this afternoon, but yeah, P1 in the Pro-Am feels good, and a P5 from starting from P7 I think is a good result. I'm pleased. Good weekend. Good results yesterday. Few trophies to take home, so I'm happy. في الترتيب العام المؤقت للسائقين يوسع السائق العماني الفيصل الزبير صدارته للترتيب العام مع 148 نقطة، يليها السائق الأمريكي مايكل ديك وسادا في مركز الوصافة مع 119 نقطة، بينما يصل السائق التركي بيركاي بيسلر للمركز الثالث مع 111 نقطة. في فئة المحترفين الهواة برو آم يتصدر السائق الجنوب إفريقي سول هاك ترتيب الفئة مع 91 نقطة، يليه البحريني عيسى بن عبد الله آل خليفة مع 78 نقطة، والسائق السويدي ماغنوس أوهمن ثالثا برصيد 71 نقطة. كما يتصدر السائق العماني الفيصل الزبير ترتيب فئة الخليج العربي أمام مواطنه السائق خالد الوهيبي والبحريني عيسى آل خليفة. وبعد إجازة شتوية مستحقة سيعود قطار تحدي كأس بورش بي دبليو تي جي تي 3 الشرق الأوسط إلى حلبة دبي أوتودروم الإماراتية لخوض الجولة الثالثة لهذا الموسم. حتى ذلك الحين نتمنى لكم وقتا ممتعا ودمتم برعاية الله.